قسوتنا الكافي الله الكافي ربنا الكافي قسوتنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي نعم الكافي الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada siang hari ini berada di Masjid Istiqlal. Ini suasana di Masjid Istiqlal setelah sholat.
أحمد يا هنانا بمحمد ذلك نفعل من الله أحمد يا هنا نبي محمد